برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. الحين شخصيتنا وطريقة تعاملاتنا وحياتنا كلها بنبقى متأثرين بطريقة تربيتنا، بكل واحد بتبقى متأثر بالأب والأم، هم ربوا إزاي وتعاملوا إزاي وكانوا أصدقاء لي ولا لأ، تعبوا إزاي. مفيش حد فينا يعني ما بيدنش بالفضل اللي أبوه وأمه من تربيتهم ليه وتعبهم في تربيته. يعني يا ما أباء وأمهات ضحوا بحياتهم كلها وسعادتهم حتى حطوها تحت رجلين ولادهم عشان خاطر هم يعيشوا ويكبروا، كانت سعادتهم بس اني اشوف ابني ناجح، اني اشوف ابني سعيد او فرحان، زي ما بيقولوا كده في بالبلدي كده نقول ده انا باخد اللقمه من بقي واديها لابني. تخيلين هو بيحس بايه في اللحظه دي. بعد الاب والام ما بيكبروا بيبقى اقل حاجه نقدر نقدمها لهم بعد ما بننشغل بحياتنا وبدنيتنا وبيوتنا واولادنا، ما ينفعش اننا ننساهم، ما ينفعش ما كنتش مدين بالفضل لابويا والامي واقول له شكرا. بس مش لازم كل يوم هقول له شكرا شكرا، في طرق كتير جدا اكون ممتن ليهم باني اقدر اعبر عن المشاعر الحلوه دي لابويا وامي. النهارده وبمناسبه اليوم العالمي للوالدين، ازاي ممكن نقدم الشكر والامتنان والمشاعر الحلوه للوالدين؟ يسعدنا وشرفنا جدا مهندس اشرف جوج، محاضر بمعاهد المشوره الاسريه. صباح الفل يا باشمهندس. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. انا ادعي ان كلنا بنعرف نحب، يعني ان نحب اهلنا بشكل كويس، لكن مش بنعرف نعبر عن هذا الحب، فساعات نعبر بشكل غلط وكتير ما نعرفش نعبر خالص. فهل في يعني هل التعبير عن الحب ده لازم كلنا يبقى عندنا هذه الادوات اللي نعرف نعبر بيها عن الحب، ولا هي فروق شخصيه وفروق نمطيه؟ هو طبعا انا سعيد ان اخيرا عملوا عيد الاحتفال العالمي للوالدين. محدش بيبقى فاكره يا دكتور، بس عشان نكون امناء يعني كلنا بنفتكر عيد الام بس، ولا حد عارف عيد الاب ده ما حدش يعرف عنه حاجه. هو بصوا يعني هو كان غريبه شويه ان في القرن ال21 يا دوبك من 12 سنه يعملوا العيد ده. ليه؟ علشان العالم كله ابتدى ياخد باله ان دي نقطه اتنست، إن زي ما هي قالت في المقدمة، الأهل بعد ما يكبروا خلاص ده بقى الحاجة الأساسية، والأطفال نسيوا اللي الأهل عملوه فيهم، فحبوا يفكروهم، قال لهم لا لازم تفتكروا أهلكم ولازم تعبروا عن الحب والامتنان. لأن أهمية الحب ده، العيد ده بالنسبة لي في كلمة مؤسفة، هي حلوة لكن مؤسفة، إذا كنا في زمن قل فيه الحب فنحن في زمن يكاد ينعدم فيه الوفاء. اليوم ده العالم قرر أن يفكر الأطفال والأولاد والبنات الكبار والشباب واللي كبروا وعجزوا أن أهلهم لازم يبقى يوم وفاء امتنان للي هم عملوه. أولا هو عيد للوفاء، تاني حاجة زي النقطة اللي انت قلتها، لازم وسيلة التعبير عن الحب، وسيلة التعبير دي لغة تخاطب، أنا لازم تكون لغة واضحة بالنسبة لي، واضحة بالنسبة للي بيتلقاها. أنا ممكن يكون أنا مش ناسي دور أهلي، بس هما مش لامسين كده، عشان يعني أنا بعبر من وجهة نظري يا باشمهندس. يعني بمعنى كتير من الأولاد بيقتصر عندهم رد الجميل أو التعبير عن المشاعر من ناحية المادية. يعني طالما أنا براعي أبويا وأمي في كبارهم بأن أنا مثلا بصرف عليهم، بديهم، مش بخليهم محتاجين حاجة، فأنا كده أنا مش مقصر معاهم في حاجة. بس كتير مش بيبقى هم ده اللي محتاجينه، محتاجين حاجة مختلفة. ده بالعكس، أنا عايز أقول لكم أن الصرف على الأهل والأم ده بيبقى حاجة مؤلمة. أنا في نظري أن أنا بعمل لهم حاجة ببسطهم، دي بتبقى حاجة مؤلمة. الأب والأم عاشوا طول عمرهم هم اللي يدوا، بيبقى صعب عليهم يجي لهم وقت يحسوا ان هم اللي محتاجين لولادهم، عكسنا واحنا صغيرين. الاهل محتاجين للكلمه، الكلمه الحلوه، محتاجين للحضن، محتاجين اني اعمل زي وانا عيل صغير كده وادخل اقعد على رجلهم، حتى لو هم رجلهم وجعهم مش قادرين واي تعبتين، هو في قمه السعاده. محتاجين يحسوا ان دورهم ما خلصش، محتاجين ان هم ان انا لما انا كبرت حتى لو حاجه بسيطه اخد رايهم في اي حاجه حتى لو بسيطه. كتير قوي من الشباب يقولك اصل الاهل دول مش عايشين جيلنا. انا بقول لكل الشباب
انتوا كنتوا اطفال وكبرتوا بس نسيتوا فاكرين ان اهلكوا الزمن وقف بيهم، اهلكوا كبروا برضك. انا ساعات اشوف ام بسيطه ممكن تكون ما بتعرفش تقرا وتكتب لكن خبره الحياه بتقول اراء لعيالها، نفس عيالها يقولك انا استحاله كنت اجيب الفكره دي. صحيح. فلازم وسيله التعبير اني ادرس اللغه اللي يحبها اللي قدامي. الاهل اللغه الماديه ما بيحبوهاش لان هم عاشوا طول عمرهم هم اللي يدوا الماده. بس في ابناء كتير يقول لك انا ما بعرفش اقول مثلا لبابا كل شويه ربنا يخليك لينا وانت كنت وكان ويا ماما انت بتاع. مش كله يمتلك، خاصه الرجاله يعني، يمكن البنات شويه عشان عاطفيين بيعرفوا يقولوا كلام حلو، يعرفوا يبوسوا الراس ويبوسوا الايد والبابا والماما ويقدروهم وكده بتاع، لكن الولاد شويه ما عندهمش فيقول لك ما عنديش. طب يعني اعمل ايه؟ طيب بصوا الاهل حتى لو كلمه تمثيل بتفرق معاهم، بتفرق معاهم اصل يعني التخاطب في الحب احد اساسياته السمع. حتى لو مش يعني هي اكيد من القلب. وليه تمثيل يعني؟ ما ممكن يعني بالعكس اكيد من القلب، اصل دي ما فيش حاجه اسمها تمثيل، التمثيل عمره ما هيوصل ويلمس القلب. يعني انا بشوف برضو بمناسبه الكلمه اللي اسحاق قالها ده، في بيبقى ولاد او رجاله بيعبروا زي يمكن احسن كمان ما البنت بتعبر، يعني بيتعامل مع والدته لما بتكبر في السن على انها هي بقى اللي بقت بنته، لان هي بتتحايل عايزه بقى اللي يدديها، عايزه اللي يفرحها، تعالي اعزمك على حاجه، يعني هي بتبقى محتاجه انها خلاص بقى عايزه اللي يعاملني احس حد بيهتم بيا وكاني طفلتك بقى مش والدتك. هي المشكله الاساسيه ان سواء الولد او البنت اللي طبعه عملي يقولك يعني ايه الكلمه دي مش هتفرق. ليه؟ لان هو زي ما انت قلت الكلمه ما تفرقش معاه، لكن بالنسبه للاهل هتفرق، الناس الكبار بتفرق معاهم الكلمه أوي. كل مشكلتي ان ببقى حاصر نفسي في نفسي. ان انا اللي يقول لي كلمه مجامله مش هتفرق معايا، بس هتفرق مع غيري، وبالاخص الكبار بيبقى فعلا عاملين زي يعني الواحد لما بيكبر بيرجع بمشاعره للطفوله شويه. المداديه، الطبطبه، اللمس، السمع، البوسه، الحضن، كل دي هي الحاجات اللي بيحتاجوها الاهل. لكن مشكلتنا ان احنا كعصر مادي وكشباب في عصر مادي حصلنا تفكيرنا في العطاء العملي. العطاء العملي حلو لكن بدون الاحاسيس اللي محتاجها الكبار. صحيح. اكتر ما بتبقاش ليها طعم. طب استاذ حضرتك في تليفون ناخده. يا استاذه دنيا اهلا بيكي. ازي حضرتك عامله ايه يا مدام؟ الحمد لله. صباح الفل عليكي. صباح الفل عليكي وعلى الاستاذ اسحاق وعلى الدكتور. صباح الورد. صباح الفل. اتفضلي يا دنيا. انا عندي اولادي كبار بيشتغلوا، انا طلبت منهم اي حاجه ما بيعملوهاش، يقول لك ما تدخليش في حياتنا، روح الكنيسه لا، طب اعمل حاجه لا، ان سكت انت سايبانا ومش بتعملي لنا اي حاجه، انت مالكيش لازمه في حياتنا، ان اتدخلت لا ما تتدخليش. طب انت حضرتك قاعده لوحدك؟ لا معايا. يعني هم قاعدين في نفس البيت مع حضرتك؟ بس هما لا، هما لسه ما اتجوزوش. هما لسه ما اتجوزوش. هما في يعني شباب، بنت وولد مثلا ولا ايه؟ ولاد وبنات ولا؟ بنت وولد. بنت وولد. طب ممكن سؤال بس، من علاقتك بيهم من الاول قبل ما يوصلوا لمرحله انهم يخلصوا تعليمهم ويشتغلوا، يعني هل كانت العلاقه متوتره كده من الاول؟ كنت شديده معاهم؟ بتعاملي بحزم شويه؟ يعني ايه الدنيا كده؟ لا هو عادي، ما كانش في اي حاجه خالص، بس هما بقى خلاص لما كبروا ابتدى يحتكوا بالحياه بتاعتهم. لا احنا لينا حياتنا، انت ما تتدخليش في حياتنا. طب ماشي، انا انسبت حاسه ان الدنيا بايظه وان اتدخلت، لا ما تتدخليش في حياتنا. اجي اشكل باباهم يقول لهم لا سيبيهم، هم حرين، هم كبروا بما فيه الكفايه وما تتدخليش في حياتهم. طب هم بيردوا نفس الرد على بابا ولا انت بس؟ لا انا بس. يعني مع بابا عادي بيقعدوا يتكلموا كده؟ لا ما بيتكلموش، بس هو مش بيقول حاجه عشان كده ما بيحصلش اي سوء تفاهم بينهم. اخر سؤال بقى دنيا، جربتي انك تقعدي وتاخدي وتدي معاهم في فكره انتوا ليه واخدين مني موقف؟ يعني ايه اللي مزعلكم مخليكم مش قادرين تتعاملوا واتعامل معاكم من غير حواجز؟ ما بتفهمينش. طيب انا بشكرك يا دنيا يا باشمهندس. شكرا يا مدام. طيب يعني على فكره ده حال بيوت كتير قوي. انا عارف طبعا، وهو ده السبب الاساسي ان فكروني يعملوا العيد اليوم العالمي للاباء. الفجوه دي جايه منين يا باشمهندس؟ فجوه ان الولاد شايفين ان انت مش فاهمانه فما تتدخليش في حياتنا، وفي حاله ان انا بنسحب
فهو انت اصلا مالكيش لازمه. الفجوه دي سببها ايه؟ ولو هي ليها سبب الام تتعامل فيها ازاي دلوقتي؟ بصوا استاذنكم بس انا هوريكم حاجه صغيره بالشريط ده. انا دلوقتي لو عايز اني اقرب الايدين من بعض يا اما ايدي اليمين تلف الشريط كده يا اما ايدي الشمال تلف كده، تمام، هعتبر ان الايد اليمين هي الاهل والايد الشمال هي الاطفال. تمام. اللي يعمل خطوه هو اللي هيقرب العلاقه. في مبدا انا دايما مقتنع بيه، انا لا املك الا نفسي. يعني لو عشت طول عمري اطلب ان الطرف الثاني هو اللي يحسن العلاقه انا مش هوصل للنتيجه، ادور على دوري انا. بالنسبه للاهل، لو هما هي سألت سؤال مباشر يقولك إيه مش فهمنا، طب ما تحاولي تحطي نفسك مكانهم. مهما كان الواحد كبر هو محتاج يثقف نفسه بثقافة الجيل، الجيل بيختلف. أقول لحضرتك على حاجة، أنا يعني بقعد مع الشباب كتير شوية، بيتقال كتير جدا أنا مش ممتن لأبويا وأمي لأن أنا كنت شايف إن هما كانوا ممكن يعملوا أحسن من كده معايا، خاصة الشباب اللي هما الولاد. يقول لك انا يعني ابويا ما بذلش القدر الكافي ولا امي ان هم مثلا يوفروا لي شقه عشان اتجوز زي بيت صحابي. البنت تقول لك انا ماما اثرت معايا في نصايح واثرت معايا في فلوس واثرت معايا في حاجات، فانا طالع غير ممتن، وهو دي وهي دي المشكله. دي المشكله العامه. محتاج اقول لكل الشباب اللي هم اللي كبروا، جه الوقت ان انتوا تدوروا على البديهيات اللي انتوا نسيتوها. يعني ايه؟ عجبني قوي انا متابع الحلقه اللي قبلي، كانت الدكتوره بتقول ان الاطفال يقعدوا يكركبوا يلعبوا طول اليوم والام تقول سيبهم براحتهم، بس تقول لهم قوموا في الاخر لموا الحاجات ووضبوا مكانكم. لو هي اللي لمت كل يوم هما اتعودوا ان الحاجة تجيلهم على الجاهز، مش حاسين ان دي حاجة متعبة. أنا في مرة كنت بزور أحد الأسر، لقيت العيال مش موجودين وسمع صوتهم، طب ما جوز سلموا عليا. في الآخر الأم ندهت لهم وهي بتبتسم. الأطفال جم وهم هدومهم متربة في إيه؟ ماما صممت إن إحنا نوضب الأوضة النهاردة. فإحنا جينا بس نسلم عليك وإحنا آسفين لمنظرنا ودخل. بعد ما دخلوا بقول الأم يعني حبكت النهارده، قالت لي أنا قصدة علشان لو ما عملوش كده هم عارفين إني هشتكيهم ليك. قلت لها طب وليه؟ قالت لي أنت متخيل إيه؟ ده بعد ما يخلصوا التوضيب الأوضة وينظفوا هدومهم ويلبسوا وينزلوا أنا بعيد كل اللي هم عملوه. هتقول لي طب بتعملي كده ليه؟ عشان يحسوا إن الحكاية دي متعبة، لأني لما كل يوم أنا اللي بوضب لهم أنا بتعب عشانهم، هما مش حاسين بكده. محسش بقيمة التعب. أنا مش عايزاهم يحسوا، بس عايزاهم يقدروا تعب غيرهم، لأن أنا كده بربي فيهم حاجة. وهو ده هرجع للمثل الشريط اللي أنا قلته، الأهل اللي بيشتكوا إن أولادهم كده، أنتوا ربيتوهم على الدلع، أنتوا ربيتوهم إن ما يعرفوش الحاجة دي. هتقولوا لي طب واللي كبروا؟ هقول لهم اللي كبروا أنتوا وأنتوا أطفال يا شباب كان غيركم بيعلمكم، دلوقتي أنتوا كبرتوا يعني تعلموا نفسكم. بطلب من الشباب إن هم يدوروا على حاجتين في أهلهم. اولا الحاجات البديهيات اللي هم تعودوا عليها لدرجه ان بنسيوها. حتى في علاقتنا بربنا، حد بيشكر ربنا على نعمه جهاز المناعه؟ لا، بيفتكروا لما يعيا ويخف وغيره ما يخفش. اهلنا بيعملوا حاجات كتيره جدا من كتر ما حلوه، من كتر ما تعودنا عليها نسيناها، لازم نفتكرها. في نفس الوقت في اهالي فعلا تعاملهم صعب، انا ما اقدرش انكر. صح. انا ما اقدرش انكر، وبيبقى صعب جدا ان اخاطبه في حلقه زي النهارده، اتمنى انه ما يكونش قام ومشي. لكن انا هقول له حاجه، مفيش انسان ملاك ومفيش انسان شيطان. اهلك اللي تعبوك ودوقوك المر، اسف في الكلمه، وبشوف فعلا نماذج كده ما عملوش معاك حاجه عدله خالص. اغلب الشباب اللي بيكلموني في الحاجات دي بيبقوا في جامعات ومؤهلات عاليه وفي شهادات حلوة وممكن في جامعات خاصة. هقول له هو أهلك اللي كل يوم والتاني خناقات وتحكمات وتزمتات، لولاهم مش كان زمانك في الشارع بتمد إيدك مش لاقي تاكل؟
افتكر الحاجة الحلوة. ليه باصص لنص الكوباية الفاضي بس؟ بص لنص، هو في نص فاضي بس. اللي بيعانوا من القسوة بتاعت الأهل دول هم اللي لما بيحاولوا يعملوا حاجة كويسة، لما الأهل بيكبروا إني لما ربنا يديني أقدر ما خلهمش يحتاجوا لحاجة فاصرف عليهم، لكن أنا ما شفتش منهم حنية فما فيش ناحيتي ليهم حنية. أنا بقول لحضرتك هو بيبقى الشاب أو الشاب بيبقى غير ممتن، يقول لك هم كان يقدر يعمل معي أكتر من كده، هم وقعوني في مشكلة هم للأسف يعني. بس لكن في الأول والآخر زي ما حضرتك بتقول ندور على الحاجات الحلوة، والأب والأم يستاهلوا إن هم يتشالوا فوق الراس، وده دورنا وده واجبنا، مش منا من حد ولا يعني تكرم من حد يعني. لو حضرتك يعني في نص دي حابب توجه نصيحة لينا كلنا تقول لنا إيه؟ أنا بوجه نصيحة، إذا كنا بنتكلم في حلقة النهاردة على الوفاء للوالدين وتقديرهم، أنا بقول الوقاية خير من العلاج. بقول للأزواج حديثي الزواج، ربوا عيالكو إن هم يحترموكو ويقدروكو. أنا هقول حاجتين صغيرين خالص أو ثلاثة في خلال ثواني. أول حاجة التدريب. صعب جدا إن الأم تتعب وتعمل أكلة حلوة وتقول لأولادها شكروني، بس ده بيبقى دور التبادل مع الأب، إن الأب هو اللي يقول لهم الله ده ماما تعبت قوي النهاردة، ما تيجي نجيب لها أي حاجة حلوة كده نشكرها عليها، ولا تيجي نقعد معها حبة ونقولها مرسية ماما حتى كده بصوت عالي. نفس الحكاية الأب عمال يشتغل طول اليوم ويتعب عشان خاطر ولاده مش عاجبهم، تيجي الأم تنتهز الفرصة في العيد تجيب لهم لبس شيك تقول لهم إيه رأيكم، بقى أنا عارفة أن بابا مش لاقي وقت يقعد معاكم بس عشان يشتغل يقدر يجيب لكم اللبس الشيك اللي أنتوا بتتشيكوا بيه. تبادل الأب والأم في تربية الولاد إن كل واحد يوجه التاني لشكر الطرف التاني من الأهل. الحاجة الأهم القدوة. قصة مؤسفة إن في طفل في مرة لقيته محتفظ بطبق خشب في أوضته مش راضي حد يلمسه خالص. إيه السبب؟ يقولي أصل ده بتاع جده. يعني أنت محتفظ بيه تذكار لجدك؟ قال لي لأ. قلت له ليه؟ قال لي جدي في آخر أيامي كانت إيدي بتترعش كل ما يمسك طبق يقع يكسر، وبابا كان يقعد يزعق له وفي الآخر جاب له طبق خشب قال له أنا هأكلك فيه عشان لو وقع ما يكسرش. فكل اللي حصل لما جدي توفى أنا شلت الطبق عشان بابا لما يكبر أكله فيه. فإذا أنت زي ما الإنسان هيعمل حاجة هيدوق من نفس الكاس. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا بشمهندس أشرف جورج المحاضر بالمشورة الأسرية، نورتنا جدا وأمتعتنا يعني، بشكرك. نورتنا، شكرا لوجود حضرتك معنا بشمهندس. صباح الفل. بنشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة، بنتمنى الحلقة تكون عجبتكم. بكرة إن شاء الله 9 الصبح صباح جديد ويومكم جميل. صباح الفل.